تيراريا دقيقة أو أقل. بتيراريا بنبدأ بصفحتين، صفحة عمل الشخصية وصفحة اختيار العالم اللي بدنا نبدأ فيه، واختياراتكم بتحدد صعوبة الشخصية وحجم وصعوبة العالم اللي بدكم تبدأوا فيه، ففكروا منيح وانتوا بتختاروا. تبدأ اللعبة لما ننزل بمكان عشوائي بالعالم مع هاي الشخصية وأدواتنا البيسك. بنكسر شجر، بنجمع خشب، نقتل وحوش ونحاول نبني أول بيت إلنا قبل ما تعدم الدنيا ويبدو يجوا الزومبيز. بعدها بنستكشف بالعالم، بننزل على كهوف، بندور على لوت ومواد، بنبدأ نصنع أسلحة وأدوات وملابس أقوى من اللي معانا ونجهز حالنا نقاتل الوحوش الرئيسية. بعدها بنجهز المكان اللي بدنا نقاتل فيه أي بوس باللعبة بأن نبني بلاتفورمز عشان نقاتل فيها ونحط الأيتمز اللي هتساعدنا بالقتال، وحنكمل ونعيد نفس العملية، نستكشف أكتر، ناخد أورز أحسن، نصنع أسلحة وأدوات أقوى لحد ما نقتل البوس الأخير. تابعوني لتعرفوا أكتر.